بسمة بوسيلة تعود لتامر حسني بشروطها وتفاجئ رواد مواقع التواصل الاجتماعي. انتشرت في الساعات الأخيرة على مواقع التواصل الاجتماعي أنباء تفيد بعودة الفنانة المغربية بسمة بوسيل لزوجها الفنان تامر حسني بعد موافقته على شرطها الوحيد الذي صدم الجمهور متسائلين عن صحتها. رواد مواقع السوشيال ميديا تناقلوا أنباء عودة الثنائية مرة أخرى بعد أن شرطت بسمة بوسيل على نسيان مواطنتها جليلة المغربية واحترام غيرتها الشديدة، الأمر الذي وافق عليه الأخير. ترددت أنباء أخرى تفيد بأن بسمة بوسيل اشترطت على تامر حسني قطع علاقته الشخصية بمنسقة أعماله هالة عمر وصديقتها يارا السكرية، التي أفادت أنباء أخرى بارتباط تامر حسني بها عاطفيا بعد تعارف تم عن طريق هالة، الأمر الذي كان سببا مباشرا في انفصال الثنائي. لكن تظل هذه مجرد تكهنات حتى يتم إعلان الخبر الرسمي. من ناحية أخرى، تعود الفنانة بسمة بوسيل للغناء بعد اعتزالها للفن بعد طرحها كوفر أغنيتها الأخيرة حب وعهد جديد، التي كانت بمثابة عودتها للغناء بعد أزمة طلاقها من الفنان تامر حسني، بينما كشفت أنها تتعرض لحرب كبيرة وكتبت عبر حسابها الشخصي بموقع الانستغرام: شكل فيه ناس، الكوفر الأخير زعلها جامد وبيحاولوا يمسحوا كل شيء من على صفحتي.